منتخب إيطاليا وأنت لعبت في إيطاليا ظهور كان خافت جدا في هذه البطولة، في رأيك ما هي الأسباب؟ أعتقد أن إيطاليا منذ سنوات عديدة لم تقدم المستوى الكبير الذي يليق بالكرة الإيطالية وبسمعة إيطاليا كمنتخب كبير. أنت تتحدث عن تغيير للدماء وأجيال جيل جديد من اللاعبين على السنوات الماضية، ولهذا لم يظهر المنتخب بالصورة التي كنا ننتظرها. الأسماء التاريخ دي روسي وديل بييرو لا يوجد اللاعب الذي يصنع الفارق كما كان في الماضي. أعتقد أن المنتخب في الوقت الحالي لا يمتلك هذه الأسماء التي ذكرتها. أعتقد أنه يمر بفترة انتقالية. نعم هو لديه لاعبين جيدين، ولكن أعتقد أنهم لم يظهروا بأفضل صورة لهم، وأعتقد أنهم سيظهرون في المستقبل بأداء أفضل. بعد تحديد أطراف مباراتي نصف النهائي، من في رأيك المرشح الأقرب للفوز بهذه البطولة؟ بالنسبة لي سيكون بين فرنسا أو إسبانيا. من سيفوز بنصف النهائي من بينهما أعتقد أنه الذي سيكون لديه حظوظ أكبر ليكون البطل. أعتقد أن إسبانيا يدخل اللقاء بأفضلية طفيفة على فرنسا بالنظر لما يمتلكه من لاعبين متميزين. هناك في فرنسا أيضا مبابي يمر بمرحلة كبيرة، وتشواميني فاز بدوري الأبطال مع ريال مدريد. أعتقد أن منتخب فرنسا يمر بمرحلة مهمة في مسيرة، وأعتقد أن من سيفوز بين فرنسا وإسبانيا سيكون المرشح لللقب.